السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله جيمنج فيديو جديد. يا شباب النهاردة تعبان فهتلاقي صوتي شوية مش حلو، ماشي. النهاردة هنلعب ار اف اس في لايت سيميليتر، لسه منزل فيديوهين من شوية، فيديو صغير وفيديو كبير، ماشي. لا انا مش عارف اختار اس اي اي بي، مش عارف الشركة دي نسيت اسمها، 340، مش عارف دي اير باص ولا لا، بس اعتقد لا. وفي واحدة فوق اللي هي بيردر ولا ايه، سي ار جي 900. هنلعب بطياره اير كايرو. ثاني بس تيرك تراجع في نسيت والله، ديفيكال في الاير كايرو، كايرو ماشي، هي بتاعت مصر عامه. هنا بقى ادور على اير كايرو، كايرو انا عارف دلها عامل ازاي، على فكرة عليها ورق لعبت بيها مرة بس صعبة. اير باسن، لا ايه ده، مش انا لعبت باير باسن مرة فاكرينها. اير كندا، دي كندا غريبة شوية، اير كندا اكسبريس خاص، اير كندا ايس بلو اكس بي، واو حلوة جدا عاملة زي اير كايرو. وير كندا جاز فريد، دي بقى الحمرا بقى، مش عارف هو كنت قلتها خطأ ولا ايه بالظبط، بس اير شايني، اير شاينا. لا بص انا هلعب بير كندا از اي سي، كندا اللي هي الريد دي حلوة اوي. طب خلينا ندخل، طبعا هنلعب من جدة زي كام ايه دي، من فلسطين تاني ماشي، فحلو على فكرة مسافة صغيرة ومضبوط، طريق طويل، بس المشكلة انا عايزها ليل علشان مشكلة ايه دي، مشكلة لا انا عايزها ليل علشان تمطر، بحب في المطر كده، فاهميني كده، حاجة حلوة كده. خلينا نعملها فوق رين، رين بس ده كل اللي انا عايزه. نعمل بقى افتح للناس عشان يركبوا معايا. في بقى اعمل حاجه جديده اللي هي بتاعه الطعام، ماشي. ايه ده، شوف المضيف عارف الباب التاني هيفتح في ايدي الشنطه العربيه الكبيره دي. ايه استنى استنى استنى، انا مفوتش حاجه، ده العربيه مش محتاجه ترفع حتى، لا انا ما فهمتش حاجه بجد. دي كارجو، الكارجو هي بتاخد 3710، الطياره الكبيره اللي انا بلعب بيها تاخد ايه ده، فيها الاكل كده، دي سيارات الاكل. ياه بتاخد كام دي، ثانيه ثانيه ثانيه، كام شوف 90 وجبه، يعني 90 ريال. طيب بقى نشغل كله ماشي. بص بص مش محتاج، بس املي بس الكاميرا عشان باكس دور حلو بكل كار، كل حاجة جت كل بقى، بس عشان عندنا الأربع دقايق واحدة لحقنا بس سايرة اهو اهو
الشاشة اللي فوق دي خالص. طبعا احنا بنلعب من مطار احسن مطار الساعه، بس مطار القاهرة احسن منه، بس في اللعبة قصدي هو مطار جدة. انا شايف فيه اسمه ايه ده، خلي كده ادخل الكابينة. الكابينة بدأت ما تخلينيش اشوف، لكن ان انا هضطر اشغل. الحمد لله هتبقى سفرية صباح، بس الصراحة كبيرة احسن من كبيرة الطيارة الكبيرة. واو بجد عايز بقى اخرج انا. ماشي انا بقى نرجع خلاص. ازاي ثانية كده بشايف كده العربية. هي بس اعرف جهتي فين، فين الطريق السريع او اللي انا هطلع عليه. بص 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 مش محتاج اعمل رن اواي تيك اوف. انا بقى هنا كده. اوه ماي جاد على الطريق قليل بنور. كله بس العجل غويته قوي. بص نزل تاع في ميه بقى تشوفها. خلاص بقى يا باشا، بس ايوه قول لي يعني افتكر انا شغل البيوت بس عشان اعرف خلينا نعمل رانا ويتك اوف. دي لا ده على الارض على طول، ده مش محتاجة افتح السلم انزل وبس. الموتوره دي والله بيسرقوا وقت انا بخلص الطيارات دي بتخلص بسرعه قوي. يعني في اي ثلاث يوم تكون خلصت الهيكل، بس لما الطياره تيجي بقى دايمين بقى ماشي يا. وكمان ان هي بتبني في الارض هي بتبني كمان. انا مش بعرف اتحكم فيها، انا بتحكم فيها ده 45. شوف واطي السيناريو بتاعها اخره 45، ده احسن من الفل كمان بتاع الطيارات الكبيرة. هتطلعي ما تخلينيش الطيارة دي ولا عارفش بيها. اخرتها لا شفت يا لهوي طارت بجد هي خلاص. الروين ده هيطيرني طبعا تقريبا، مش عارف والله. يا بس يكون بتطير. دي طيارة المشكلة مش متوازن خالص مع الطيارات دي الصغيرة، يعني التحكم فيها صعب قوي. فاكر الكبيرة شوف بتبطأ في الأول، بتبطأ أبطيء لا يعلم بقى إلا ربنا بجد. بس دلوقتي سرعتها كام؟
سرعتها 1.3. ايه ده؟ فاهم؟ شايف؟ صغيرة خالص. يا لهوي، ده كرهت الموضوع. لا بقى، ما تخيبش امل. امشي هناك، امشي هناك. يا جماعة مش هلعب بالطيارة دي، اخرج كده يا عبد الله. باي باي، نقول باي باي للطيارة دي. هنلعب بالطيارة اللي تحت، هنجربها ماشي. فخلينا نجيب دلتا. دلتا بقى دي صغيرة خالص، كيوت كيوت. يعني ايه؟ او جميل، بيوتيفول. بيوتي ده ده جمال، لكن بيوتيفول مليء بالجمال. بس ضفناها اف يو ال، يعني مليء. ماشي. ف وات؟ ايوه بجد، وات وات ذس. والحمولة دي مش عارفة هي حمولة ولا ايه بالظبط، الكبيرة دي. واو بجد. بص انا مش هعمل ركاب، هعمل رانا واي تيك اوف، وهنجرب الطيارات دي. الحلقة دي تجربة طيارات عامة، يعني مش أي رحلة، تجربة طيارات وبس. شوف دي هل سهلة في الإقلاع ولا لأ، وكمان الرادار بتاعها حلو أوي، أحلى كتير. مثلث وخط بينكي وفيه عليه أبيض، أحلى بكتير. بس من تحت زرقاء، مزرقة خالص، كيوت قوي. خلينا نجرب. وآخرها 35، يعني طيارة صغيرة زي دي آخر فلابس فيها 35، كتير قوي. فالتالة بتبقى 3 ياه، دي طلعت بسرعة قوي. ايه والله طلعت بسرعة قوي. خلينا نشوف الجير بقى، دي بتدخل في الموتور. ده الحاجة اللي استغربت منها، بتطلع مسافة. يعني شوف، طلعت من اول ما اتحركت، طلعت اول ما مطرح ما وقفتها طلعت. لا الطيارة دي انصحكم انكم تلعبوا بيها، احلى الالعاب. الطيارات دي بتبقى سهلة أحيانا، في بعض الطيارات بتبقى تقيلة شوية، في بعض الطيارات بتبقى سهلة. بس دلتا دي من أحسن أنواع الطائرات، بتبقى يعني حلوة أوي. خلينا بقى ندخل نشوف الوينجس. واه ده من عنده الموتور بالظبط، ده الموتور بقى خارجي مش جوه بقى زي الطيارات الكبيرة. لا هي كده، عرفته؟ لا شغل الاوتو بايلو بس عشان ينقص. شغل الاوتو بايلو تشوف هيوديني ازاي الطيارة دي. ده بيجيلك اسطور. لا لا انا هقفل الاوتو بايلو لانه بينزل تحت على فكرة. انا عندي تليفون ايفون ماشي، بتبعوني عليه ماشي، لان ان شاء الله بغلطني من فوق الحمام. واو بجد، ده احنا طالعين خلاص للابد. انا بقى نجرب النزول بيها، هل هي سهله في النزول ولا لا. خلينا نعمل شورت لاندنج ويلا نجرب يا جماعه. في لاندنج وفي شورت لاندنج، انا بختار الشورت لاندنج احسن حاجه. هي بس انضف الجو لاني مش بحب الجو ده، وده انه بيبقى صعب ان انا اشوف فوق. انت يا ده اللي بتاع بس هنعمل ايه؟ الترافيك اساسا بنشغل الفلاش. هعمل شورت لاندنج بس عشان انزل عجلة الأمل. الفوج ده بقى من الحاجات اللي بتضايقني قوي في اللعبة، يعني لو يعرفوا هو اللي يتحكم في الهوا، يعني حاجة كل الفوج ده يبقى قليل او يبقى ده مفيهوش سليب رايد.
بنات بنبص قريب والله سي قريب مقفول زيرو. واو أول مرة أعرف في الطيارات دي إن هي مكسر الدرايف. نمشي بس نمشي شوية عشان نعرف ايه ده. اللي برضه ده في جيتا مش عارف مش فاكر أوي يعني ايه ده؟ هو البنزين خلص؟ أنا نسيت أعمل ايه بنزين. شغل انجن ما فيش بنزين. اي بس طير طير يعني بسم الله ما شاء الله. انزل بحط لي بنزين علشان بص نازلة عادي خالص بس التحكم فيها صعب شوية. زي مش عارف انزل بيه. اوه ماي جاد مش هتعرف تطلع بجد ولا هتنزل في المطار اساسا. خلينا نسيت عمليها بنزين والله العظيم اشوف ما كفتش خالص. انا نفسي افهم ليه مش المفروض نسيب البنزين. انا ما استخدمتش بنزين كتير على فكره اتقالي عامل كاني مسافرت بجد. يلا احنا نازلين عامه انا شايف نازله. واو انا هنزلها من غير بنزين ده بجد. اللي يعمل كده يبقى جدع. انا هتحدى واحد بس علي مندي. تعالى علي لو انت عرفت تعملها. سامع يا شباب هعمل ترا اجين هبليها بنزين واجيلكم. بص اهو خلي بس انا هملاها بنزين بس بلاش ركاب. خلينا نجيب برضو اللي هي بتاعت الأكل. شوف هيدخلها ازاي. لا ده مفيش سيارة. شوف انا عايز اقفل ده مش عارف 2580 يعني صغير خالص قوي. ده الطيارات الكبيرة 21 21 1700 وشوية. يلا خلاص مليانة بنزين عشان ننطلق في اخر حاجة. يا رب بس تنجح في النزول. اجربها بجد دي التجربة دي تجربة. الطيارة التانية انا مش عارف طيارة بجد. خلاص gear down flaps. انا قلت مش بحب الاسبوع ده نسيت اسمه بجد من كتر العصبيه اللي انا فيها. هيجيب وذر من فوق 60%. انتهيت كلير مفيش فوق خلاص. لكن فوق حاجه تقيله قوي. ماشي فاحنا هننزل النهارده لمطار فلسطين. بس انا مش عامل رحله من جده لفلسطين يا احنا طولنا 18 دقيقه ونجيب جاي بكيش. اطلع اطلع بليز بليز ما تبوظين. والله بحسب التيار ده حلو قوي صراحة. انا هلعب بيها المرة الجاية. ممكن العب بالرعب ده وسهلة في النزول هلعب بيها. هي في طلوع على طول تطلع عاملة زي الصاروخ وكمان سريعة يعني. بص سريعة خالص بس هي كده اسرع من اسمه ايه ده. مش اقفل ازاي مفيش سليبرايت. المفروض يبقى في سليبرايت مساعد ولا اتقل في الموتور. الموتور بقى مش هيفتح زي طريقة الطيارات الكبيرة. ده هيفتح فتحة ومتأكد من فوق كده هيطلع. انا مش عارف بس انا مش عارف.
متحسبش عليكم. انت فريقك كنت انا عملتها بس قبل من الامتحان، مش عارف لسه ما عملتهاش، لسه بجدد يعني. شوف اعمل فيديو جديد يعني من جنون، لسه هو طويل بس تقريبا ساعة وشوية، مش عارف انا مش فاكر هو نص ساعة ولا ساعة. انا طولت فيه بس كانت سفرية في مطر بجد، وانا في اخر النزول الدنيا بتمطر وبترعد ترعد يعني كده، في رعد وبرد، في مش عارفين يعني الطيارة في آخرها ولعت ونزلت، أنا مش عارفة معرفتش أكتب. حاولت إن أنا ألغي اللي هو الفاير اللي في تغيير الموتورات، مش عارف برضه مرضتش، فصلت الطيارة ونزلت. طب يلا أنا صراحة طيارة حلوة أوي، هنجرب ننزلها في الكاميرا. عايزة أعطس دلوقتي بس مش عارف، خايف أنزل ولا بعد بس شايف. أخرج بس أخرج 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 أخرج. لا 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 بليز، بس مبليش تيس بليز. لا لا في حاجة جديدة أنا هفتحها، أنا عندي عليها فلوس على مدى الجنيه ماشي. حاجة دي أنت كل ما تتحمل لعبة كل لعبة عليها فلوس معينة، 4 ريال كده حسب بقى اللي انت عايزها. انا عندي دلوقتي 6 ريال، وانا بحاول اجيبها جوايا بالنهارية الالعاب. نشوف انزل العاب وبرامج عشان مش فلوس، ورغم ان هي بتديني فلوس عرفتها. اوف اتولع، عايزين نشوف بقى اتولع. يارا وقفت مرة واحدة كده ليه؟ ثانية كده انا اجرب اشغل، ولا البنزين خلص؟ ما في بنزين كافي اهو ليه مشي وخصص. كافي كافي. في ايه؟ احمد. طيب هي الطيارة سهلة شوية بس انا مكنتش متوازن ماشي، فهي سهلة. وكده تكون خلصت الفيديو بتاع النهاردة، مش تحطوله لايك وشير وسبسكرايب، واللي عايز يسافر من بلد لبلد يكتب لي. انا لسه هعمل جزء تاني لشيكاغو، لحد ايه مش فاكر، لا لحد استراليا، فلسه هكمله، فانا لسه ما عملتوش اساسا، ما عملتش الجزء التاني، فانا هبكمله. انا عملت الجزء الاول وهكمله ماشي. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة معاكم، ومع السلامة.